تستمر الأشواط والمنافسات وتتجدد التحيات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المصير، وهذا السن سن الحيل والزمول الذي يأتينا في هذا المساء في آخر أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. ينطلق في هذه اللحظات أول الأشواط للزمول بعد أن ذهب الناموسي والانتصار لأول الأشواط للحيل مع الكايدة وأبناء السلطنة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يهديهم الناموسي والانتصار. ينطلق شوط جديد رئيسي آخر، ينطلق بهذه الأسماء وهذه الشعارات المزينة لنا أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات المميزة. 28 اسما، 28 شعارا تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المتميز. أول المتحركين على المركز الأول وعلى الصدارة الوسمي علي بن عبد الله بن سالم الملامقه الهاجري ينطلق ويسير بهذا المسار المتميز، يرسم آمال وطموحات أبناء الشحانية مع هذا الاندفاع المتميز. ثاني المراكز وثاني التحديات تواجد حبيب مع المركز الثاني بقيادة سالم بن محمد بن سالم العامري، يقدم لنا حبيب مع المركز الثاني ثالث المراكز وثالث التحديات هنا مع مبلش عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. يقدم لنا انطلاقة مبلش مع المركز الثاني وثاني التحديات ثالث المراكز أو المركز الرابع، نعم رابع المراكز، انطلاقة وتحدي من موفق ملحان بن راشد بن حبيبه المري. يقدم لنا انطلاقة وتحدي واندفاعة موفق مع المركز الرابع. خامس المراكز وخامس التحديات أرى شعار القبيسي من الجانب الأيمن ليقدم الانطلاقة وتحدي، وهنا الباز، نعم هنا الباز لأحمد بن محمد بن رمل المناعي، يقدم لنا انطلاقة وتحدي الباز مع المركز الخامس. هي الخمس المراكز الأولى، نعود بحضراتكم إلى الصدارة، نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول مع أبناء الإمارات الذي يندفعون بهذا الاندفاع المتميز، يسيرون بخطى ثابتة إلى الناموس وإلى الانتصار. يقدمون لنا انطلاقة حبيب مع المركز الأول لسالم بن محمد بن سالم العامري، يقدم لنا هذا العروض المتميزة ليقدم لنا هذه الانطلاقات. أما المركز الثاني يباريه جنبا لجنب انطلاقة وتميز واندفاع من قبل الوسمي، الوسمي وسلالة الوسمي الغنية عن التعريف يقدم لنا هذه السلالة المتميزة سلالة الوسمي هنا مع المركز الثاني علي بن عبد الله بن سالم الملامقه الهاجري. يقدم لنا انطلاقة وتحدي الوسمي مع المركز الثاني ثالث المراكز وثالث التحديات. أرى الانطلاق والتحدي من قبل مبلش لعتيق بن فران بن عتيق آل بريد المري. أما المركز الرابع يتقدم هنا موفق مع المركز الرابع ملحان بن راشد بن حبيبه المري، يقدم من انطلاقة موفق على رابع المراكز خامس المراكز. هنا الباز
يتقدم الباز مع المركز الخامس لأحمد بن محمد بن أحمد المناعي، يقدم لنا انطلاقة الباز مع المركز الخامس صاحب الإنجازات والبطولات، يتقدم ويسير بهذا المسار المتميز. أرى الجماعة واصلين أول الغادمين، شعار باللعماني مع المركز الخامس يتقدم ويتسلل من مركز إلى مركز ليحضر هنا انطلاقة مهيب راشد بن سعيد بن راشد أبو وضح المري، وانطلاقة من قبل شاهين حمد بن محمد بن راشد. العماني يقدم لنا هذه الانطلاقات المتميزة مع المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، أبناء الشحانية وأبناء الإمارات في صراع ثنائي، في صراع ثنائي، أبناء الدوحة، أبناء الدوحة وأبناء الإمارات. يتقدم الوسمية بشعار الملامقة، يسير بخطى ثابتة إلى الناموس. أما المركز الثاني يتبع لمركز الوصافة، ينطلق بهذه الانطلاقة المتميزة شعار العامري مع المركز الثاني ليقدم الانطلاقة وتحدي حبيب سالم بن محمد بن سالم العامري العامري مع ثاني المراكز وثاني التحديات. أما المركز الثالث أرى الوصول والقدوم من قبل مبلش، مبلش مبلش مع المركز الرابع والمركز الثالث، عتيق بفراف العتيق آل بريد المري، انطلاقة من قبل وتحدي مهيب راشد بن سعيد بن راشد أبو وضح المري، يقدم لنا انطلاقة مهيب. المركز الخامس شاهين بن العماني حمد بن محمد بن راشد العماني العذبة، يقدم لنا شاهين انطلاقة من قبل شعار هنا من عجب، ينطلق ليقدم انطلاقة وتحدي سياف حضور من شعار المنصوري، غادم غادم مع المركز. المركز الخامس شعار بن قران، شعار بن قران يتقدم ويقدم من انطلاقة وتحدي واندفاعة مشاكل، مشاكل مشاكل. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى أبناء الشحانية. أبناء الشحانية يقدمون الوسمية بهذه العروض المتميزة، علي بن عبد الله بن عبد سالم الملام قهل هاجري، تابع يا بن نايفة، ركز على هذا الأداء وهذا الحضور المتميز، ركز ركز مع هذه الانطلاقة المتميزة. أما المركز الثاني وثاني التحديات، الوصول والقدوم من قبل حبيب سالم بن سعيد سالم بن محمد بن سالم العامري. أما المركز الثالث يصل صاحب الإنجازات، يصل صاحب التواريخ، يصل هنا سياف، سياف الشهواني بن عجب بن عجب بن عجب بن عجب، ولكن بلعماني 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 شاهين يا بن نوره ركز، يا بن نوره ركز، انطلق شاهين، اندفع شاهين، شاهين لحمد بن محمد بن راشد العماني. العذبة يقدم لنا انطلاقة شاهين بمتابعة علي بن حمد بن نورة، يقدم لنا شاهين مع المركز الأول ومع الصدارة. أبناء الشحانية يحضران في هذا المساء مع الشوط الأول الرئيسي، ركز يا بن نورة ركز، فالعماني مع الصدارة مع المقدمة، شاهين 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 مع المركز الأول، شاهين مع الصدارة ثاني المراكز، يصل هنا العامري، ولكن على ما يبدو لشاهين يضرب بيد من حديد، يحضر بحضور الأبطال، بحضور العمالقة، بحضور الأبطال. سلام شاهين سلام، سلام يا ابن العماني سلام، سلام لبن نورة سلام. أشكرك يا بن نورة على هذه المواصيل التي وصلت إليها شاهين حتى بر الأمان، أتى البطل في اليوم الكبير. سلام بالعماني سلام، نغني صاحب شاهين حمد بن محمد بن راشد بالعماني على هذا الفوز والانتصار، ونهني علي بن حمد بن نورة مضمر هذا البطل الذي انتزع أول الأشواط ثاني المراكز. وصل حبيب لسالم بن محمد بن سالم العامري ثالث المراكز، كان الوصول من مهيب راشد بن سعيد بن راشد بوضح المري المركز الرابع.
أتى الوسمي لعلي بن عبد الله بن سالم المنامق الهاجري يم المركز الخامس. وصل سياف لفيصل بن هادي بن فيصل بن عجب الشهواني، تهانينا والف مبروك. ولا ننسى ان نهني علي بن حمد بن نوره على هذه المواصيل التي وصل اليها شاهين، قاطع مسافه 6 كيلومترات في 9 دقائق 37 ثانيه 58 جزءا من الثانيه. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.